إن شاء الله في القدس المحررة. دولتك هذا. ما رأيناه هو يصلح وثيقة تقدم إضافة للوثائق التي قدمت في المحكمة الجنائية الدولية. احنا كما تعلموا تقدمنا بأحد الوثائق التي تم تقديمها للجنائية الدولية المتعلق بالاستيطان، وهذه جريمة واضحة لا تحتاج إلى دليل، وهذا الدليل يشرح نفسه بنفسه. سيطر على إسرائيل تزور روايتنا، وإحنا واقفين من أجل أن نحمي روايتنا عن فلسطين، نحمي الرواية المسيحية والإسلامية عن فلسطين، نحمي الرواية الكنعانية عن فلسطين، ونضحض هذه الرواية المزورة التي حاولت الصهيونية أن تزورها تحت ما يسمى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ولذلك إحنا صامدين على أرضنا وصامدين على من أجل حقوقنا، وسنبقى نقاتل من أجل دم الشهداء، من أجل عذابات الأسرى، ومن أجل آلام الجرحى.